نستطيع أن نبدأ أي شيء في هذه البلدة أو في فلسطين إلا أن نترحم على شهداء فلسطين، شهداء يوم الأرض، وشهداء ثوراتنا، وشهدائنا الذين دائما محبين للسلام والمحبة ورافضين للاحتلال، فلهم منا وقفة عز وإجلال وإكبار على أرواحهم الطاهرة حتى نستطيع أن نبدأ احتفالنا بكم في محافظة جنين. فأهلا وسهلا بكم. أخي مازن غنايم، أخي الدكتور كمال، أبونا دائما أنت ملحة لفرسة وجمالها. أهلنا في طمرة، في الناصرة، في الجليل، في شفاعمر، كل باسمه وكل في موقعه وفي لقبه، باسمي وباسم قائد المنطقة الأخ راضي عصيدة، باسم قائد الشرطة محمد دايم، باسم أهالي محافظة جنين، نرحب بكم في محافظتكم، في بلدكم، بين أهليكم وربعكم. جنين الذي دائما نقول عنها هي بوابة الشمال، بوابة السلطة الوطنية الفلسطينية، ولكن فلسطين هي صمت فلسطين التاريخية، وسط فلسطين التاريخية، ولهذا نرى ما نراه في جنين، بأن جنين كل أطياف الشعب الفلسطيني يتواجدون بها، إن كان من الجليل الأعلى أو من المثلث أو من النقب أو من ساحل فلسطين، فيوجد في هذه البلد ما لجأوا عام 1948 حوالي 56 قرية ومدينة لجأوا إلى هذه المحافظة. أجينا من سخنين، أجينا من كافة ممثلين عن كافة القرى والمدن العربية في الداخل الفلسطيني، عند أخونا أبو موسى، عند أهلنا وإخوتنا في هاي المدينة الصامدة جنين. معانا أخونا الفلسطيني الفلسطيني الدكتور كمال الحسيني، معانا الأب القدس الأخ أبو فادي صالح خوري، إخوتنا من سخنين من كافة الأحزاب، ممثلين عن كافة الأحزاب الوطنية والحمد لله اللجنة الشعبية، معانا من أهلنا لقلت كافة القرى والمدن العربية، من المزرعة، من طمرة، من الناصرة، من عكا، من دالية الكرمل. أجينا من بلد الصمود، من بلد يوم الأرض، من بلد الجرحى وبلد الشهداء، ومعانا من ذوي الشهداء، معانا أبو إيهاب والد الشهيد وليد، معانا العم فرج والد والله ما ناسي يا أبو أنيس، والد الشهيد عماد غنايم، معانا أخونا أبو السعيد أخ الشهيد خضر خلايلي، ومعانا كل الشرفاء من فلسطينيي الداخل. أجينا عند أهلنا وإخوتنا، أجينا في ظل الشرارة الخير الأولى اللي انطلقت من تونس وصلت لمصر وبدها تصل إن شاء الله لكافة العالم العربي، لأنه في نهاية المطاف حتماً إنه هاي الشرارة الخيرة تعود بالفائدة لإقامة الدولة الفلسطينية، للسلام العادل والشامل، والدولة الفلسطينية في القدس إن شاء الله هناك رح يرفع العلم الفلسطيني. هاي الشرارة اللي انطلقت أجل عشان توعي كل واحد منا إنه على المحافظة، على الكرامة، على الحس الوطني وعلى الهوية. وهي العدوى الإيجابية اللي تنتقل من مدينة، من دولة لدولة، من مدينة لمدينة، في نهاية المطاف إن شاء الله راح تؤتي في ثمار إيجابية. لما إحنا نقول بداخل الفلسطيني، كثير قالوا من أهلنا كانوا يرددوا كلمة التواصل، هذا مرفوض، لأنه إحنا شعب واحد، مع مين بدك تتواصل؟
مع اخوك في جنين، مع ابن عمك في نابلس، مع اخوك في غزه. طبيعي احنا ابناء الشعب الواحد، ورغم الحواجز كان ما قدروش مستحيل يقدروا يفرقوا بين ابناء الشعب الواحد. طبيعي في هاي المناسبة كلياتنا بنصلي صلاة واحدة على انه السوء التفاهم الموجود بين الاخوة الفلسطينيين، انه حط السوء على جنب ويظل بس ان شاء الله التفاهم، لانه وحدتنا بوحدتنا عمليا هناك قوة. احنا بدناش نسمح اليوم لأي سياسة، ان كان لزعيم اسرائيل بيتنا ليبرمان او لليمين المتطرف، أن يقول على الفلسطينيين أولاً أن يتحدوا. اليوم بيرددوا هاي الجملة، عم يشبطوا مننا، خليني يتفقوا. فإحنا متفقين، إحنا إن شاء الله يعني رسالتنا، رسالة الشعب الفلسطيني لكل اليمين المتطرف الإسرائيلي، إنه إحنا موحدين، ولا ممكن إنه نكون شعبين، بل إحنا شعب واحد، وإن شاء الله بدنا نضل هيك. الإخلاص والمحبة للجميع، لجميع من يعرف وفي كل المجالات. عرف به الإنسان الرجل بكل ما للكلمة من معنى. وأود أن أؤكد على المشاريع التي يقوم بها وأنا أعرفها، وسبق لي أن زرته مرة قبل حوالي السنتين أبو موسى، حينما اقترحت عليه أن نقوم بزيارة بمناسبة عيد الميلاد، وأن نحضر معنا شيخ العيد بابا نويل إلى هذه المنطقة، فكان مسرورا جدا لهذه المبادرة التي اقترحتها عليه، وقمنا بتنفيذ هذه الزيارة إلى هنا إلى جنين. وهدفنا أن نزرع الابتسامة في صدور أحبائنا الصغار وفي أهلنا في جنين ومنطقة جنين. فوصلنا وجلسنا هنا في هذه المحافظة العامرة، وانطلقنا إلى مؤسسة لرعاية المحتاجين. وحينما وصلنا ورأينا هذا الصرح الكبير الذي قام بمبادرة من أخونا وحبيبنا أبو موسى، كان جوابي رأسا أن قلت له: جئنا يا أبو موسى حتى نزرع الابتسامة في صدور أهلنا وحبايبنا الصغار، ولكن الحمد لله أنكم أنتم من زرعتم الابتسامة في صدورنا حينما نرى هذه المؤسسات العامرة برعايتك وبهمتك يا أبو موسى. فالابتسامة انزرعت في قلوبنا قبل أن نزرعها في قلوبكم. كل العالم العربي والإسلامي يتحدث ويحتفل بيوم الكرامة، يوم الأرض، فإن صح البعض من صفاته العميق اليوم كنتم السباقين. أنتم من تبقى ليحافظ على جذور الهوية الفلسطينية في التراب الفلسطيني، حينما ادعى البعض من شذاذ الآفاق بأنهم أتوا بشعب بلا أرض، لأرض بلا شعب. كنتم الرد التاريخي بأن هذه الأرض لم يغادرها أهلها، وإن كان الكثير قد غادرها قهراً وتصفية وقتلاً، لكن من تبقى منكم أثبت للتاريخ وللعالم أنكم أنتم أصحاب الأرض وأصحاب الجذور. الآن من خلال هذه الزيارات أيضاً تكرسون هذه الهوية الفلسطينية بأنه لا فرق بين ساكن بالداخل وساكن بالخارج. أصعب عدو للإنسان هو نجاحه. أصعب عدو للإنسان هو نجاحه. عندما تنجح أكثر تهاجم أكثر، كما قالوا: لا تهاجم إلا الشجرة المثمرة. فلذلك أنا فخور جدا بهذا الإنسان، وقلتها الآن علنيا عندما كانت الانتخابات الأخيرة يا أخي موسى، الانتخابات في البلديات، في موقعي لا أستطيع أن أكون مع سين أو مع صاد، لا أستطيع أن أصبح حزبيا نهائيا. دوري تدركوا تماما، أنت لازم أكون بمسافة واحدة من الجميع. لكن زرت أخوي مازن غنايم في بيته وأعلنتها صرخة مدوية على السخنين أنني معك بجوارحي ومشاعري وحسيسي، والحمد لله كان إجماع على أخونا مازن غنايم في هذه المدينة الحبيبة إلى قلبي، هي سخنين، هي البلد الرائعة.
وايضا جميع الوسط العربي بلا استثناء. ما اريد ان اشيره في هذه الكلمه البسيطه هو التواصل اخي نازل، انه نعم احنا كنا كدوره دمويه، لكن دعني اقول لك الطلاق الان. احد الشعراء بيقول لو عرفتم قيمه الطلاق لاحببتم الفراق، لو عرفتم قيمه الطلاق لاحببتم الفراق. الطلاق تكون موده الملامح والوجنتين، تحفظ عن ظهر قلب ولغه العينين، فلذلك هو الطلاق وهي الموده. واكرر دائما قول سيدنا علي بن طالب كرم الله وجهه، جاء له رجل قال له من اقرب الانساب ومن اقرب الارحام؟ قال له ان اقرب الانساب والارحام الموده، ان اقرب الانساب والارحام الموده. والمحبه والموده ليست كلمه تقال او تسمع باتصال او تكتب بمقال، المحبه هي ايصال ووصال. فهذا دوري ككمال الحسيني، انا موجود في هذه المؤسسه اللي انا يشرفني انه قبل سنتين كان ضيف الشرف في هذا الحفل الكبير، 1500 شخصيه في داخل الوسط العربي. على فكره اخونا مازن غنايم كان شخصيه عام 2009 بس يومتها ما جاش لسوء ظروف كانت عنده في سخنين، لانه دائما هو بيحمل سخنين اولا. واول صوره في هذا الكتاب صورتك نحتفظ فيها اخي ابو موسى مع الناطق الاعلامي لدار المعلمين في حيفا الاستاذ رشيد خير اللي هو المدير الفني لهذه المؤسسه. كنت معنا في حفل كان عنوان هذا الحفل كي نبني عاليا يجب ان نحفر عميقا. والان اهديك هذا الكتاب، عنوان هذا الكتاب المميزون الحقيقيون لا يلحقون بالاخرين بل يقضون الطريق، ونحن كذلك في هذا الوسط العربي. اردنا في هذه المؤسسه، مؤسسه الشخصيه العام للوسط العربي، ان نعطي صوره حضاريه كما هي. نحن لازلنا هناك نتكلم اللغه العربيه، نحن لازلنا هناك باقون متحضرون متعلمون، وكل فينا هناك يستحق ان ترفع له القبعه اكبارا واجلالا، لانه هذه الهجمه الممنهجه لهؤلاء. فلذلك قاعدتان للنجاح وثبوتنا هناك نحملها دائما، قاعدتان للنجاح، القاعدة الأولى لا تستسلم، القاعدة الثانية أن تتذكر القاعدة الأولى. ونحن كذلك، نحن كذلك بهذا الاتجاه ماضون. وأنا بقول دائما لابد أن الحق آخر مطاف يوضع، لابد من هذا الفجر أنه يبدأ نور آخر. يا دامي العينين والكفين فأن الليل زائل، يا باكي يا دامي العينين والكفين فأن الليل زائل، لا غرفة التحقيق باق ولا سرد السناسل، نيرون مات ولم تمت روما. برئيسها ورجالها المتحالفين، جنين أنت جنة للناظرين، بالأمس كانت ملجأ للنازحين، جنين أنت القلب والعقل الثمين، سيجيء يومك ترقصين وتفرحين. هيا ابشروا أنتم جنود صابرين، أنتم حباة البيت وأسود العرين، أنتم بيارق بالأمان مدججين، أنتم نصور عاجباه الفاتحين. إن المساجد والكنائس أجمعين بهلالها وصليبها متعانقين، حيوا الرجال الصامدين الكاظمين، هبوا جميعا نصرة الحق المبين. جنين أنت مضافة للقادمين، سيظل اسمك شامخا مر السنين. يا إخوتي صونوا الأمانة أجمعين، كي يبقى أقصانا عرين المسلمين. الوحدة الكبرى تنادي يا معين، الضفة الشماء مع غزة السجين، جئنا من سخنين حبا بالحنين، برئيسها ورجالها المستبصرين. نونان نونان أقسم باليمين، فمتى نجيء وكلنا متعانقين؟ هذه الوصية خطها قلم السجين، القدس لم تبقى رهينة معتدين. النصر آت، النصر آت رغم أنف المعتدين، النصر آت رغم أنف الشامتين، بعروبة عرباء عنوانا جنين.